أذهب إلى الصحافة العالمية، أبدأ مع صحيفة رأي اليوم. نبدأ مع صحيفة رأي اليوم. زيارة رئيس تشاد فتحت الباب على مصراعيه أمام بيع الأسلحة للأنظمة الدكتاتورية. وبروفيسور شاحك، إسرائيل تتعاون مع نازيي جنوب أفريقيا والأرجنتين وباراغواي. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الدولة العبرية وطوال العقود الماضية كانت على علاقات وثيقة مع الأنظمة العنصرية والديكتاتورية العسكرية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والوسطى. أما في رويترز، في الأمم المتحدة، أمريكا تحذر روسيا من انتهاك صارخ لسيادة أوكرانيا. وفي روسيا اليوم، الكريملين، بوتين وميركل يبحثان التوتر في البحر الأسود. وأعلن المكتب الإعلامي للرئيس الروسي أن المكالمة الهاتفية جرت بطلب من برلين، وقدم الرئيس بوتين خلالها للمستشارة الألمانية تقييمه للأعمال الاستفزازية التي قام بها الجانب الأوكراني، حيث انتهكت سفنه الحربية للقانون الدولي بتجاهل قواعد العبور السلمي في البحر الإقليمي لروسيا الاتحادية. أما في وكالة الأناضول، ترامب يلمح لإمكانية تأسيس قناة منافسة للسي أن أن. وذكر ترامب عبر حسابه بموقع تويتر بأن قناة السي أن أن التلفزيونية قدمت الولايات المتحدة بطريقة غير عادلة وخاطئة على الساحة الدولية، وقال يجب القيام بأمور بما فيها إمكانية تشكيل الولايات المتحدة لشبكتها الخاصة حتى نظهر للعالم من نحن حقيقة. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن نسبة متابعة سي أن أن في الولايات المتحدة منخفضة، مبينا أنه لا منافسين كثر لها على الساحة الدولية. ويعتبر منتقدون ترامب عدوا لوسائل الإعلام منذ دخوله البيت الأبيض في يناير كانون الثاني 2017، وهو كثيرا ما يهاجم وسائل الإعلام ويتهمها باستهدافه عبر نشر أخبار زائفة وخاصة السي أن أن. بالصدفة ننهي اليوم بخبر لطيف جاء بالسي أن أن وفي الكثير من وسائل الإعلام: مسبار ناسا يهبط على المريخ. نجح أمس الاثنين مسبار وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بالهبوط على سطح كوكب المريخ بعد رحلة استمرت لنحو 6 أشهر، حاملة معها مسبار لاستكشاف جزء داخل الكوكب. وبثت ناسا عملية هبوط المسبار إنسايت بشكل مباشر من خلال فيديو من داخل مقرها في كاليفورنيا في الولايات المتحدة، حيث بدت علامات القلق على العلماء خشية من حدوث أي خطأ كارثي قد يتسبب بتدمير المهمة. واستغرقت عملية الهبوط للمسبار بعد أن انفصل عن المركبة الفضائية التي كانت تقل نحو 7 دقائق، واعتبرها العلماء دقائق رعب، وهي من الأصعب حتى اصطدامه بالغلاف الجوي للمريخ. إذن العالم يقف على مسألة المسبار، وجيد بأن لدينا خبر لطيف، لذلك اخترنا أن ننهي بهذا الفيديو، هذه الحلقة التي تظهر اللحظات التي هبط فيها المسبار على سطح كوكب المريخ والحالة من حالة القلق إلى الفرحة العارمة في مقر ناسا. Insight is now traveling at a velocity of 2000 meters per second. Insight has passed through peak deceleration. Telemetry shows ground stations are observing signals consistent with parachute deploy. Marco Alpha, Marco Bravo, maintain launch status. Altitude convergence, the lander separation. Lander separation commanded. Altitude 600 meters. 80 meters. 60 meters. 30 meters. 20 meters. Touchdown confirmed.